الفكره ديال السيناريو هو انه ماشي جاتني الفكره، هو سيناريو اقترح لي من طرف السيده ناديه هدى، ومن بعد قدمناه للدعم للمركز السينمائي، ومن بعد اشتغلنا عليه شخصيا انا حميد باسكيت مع ناديه هدى وكذلك مع سيناريست محمد العروسي لاعاده ترتيبه وتركيبه بالشكل الذي ارتئي فيه انا اخراجا يمكن ان يصل اكثر الى او لو درام سيكولوجيك او الفيلم البوليسي المختلط بالفيلم ميستيريو اي الفيلم اوسي مختلط كذلك بالفيلم الدرامي. صعب جدا في التعامل معه وفي خلق تشويق، في خلق كذلك الارتباك عند الممثل من ناحية التكوين ديال التركيبة الشخصية، وكذلك عند المتفرج التشنج لدرجة أنك كتترخفو وتعاود تشدو. كنعتقد بأنه ما كانش بالسهل، كان لابد نشتغل كثير على السيناريو قبل ما ندوز للعملية الإبداعية الثانية اللي هي متعلقة بالإخراج. هو صمت الفراشات هي راه كيعبر، هي فراشات صامته وفراشات هي شخصيات كلها مهزوزه ومعلقه وكتعاني وعندها مآسي ديالها وعندها اوجاع ديالها، ولذلك ترتكب كذلك هي الفيلم حول جريمة قتل ديال سمير القادري واللي كيبحث فيه محقق وضابط شرطة، واللي كيتم الصراع بينه وما بين الزوجة ما بين الزوج ديال سمير القادري وكيشك فيه، وهذا الصراع كيحتدم لدرجة انه كنتعاملوا مع ضابط شرطة محنك وداري وعالم بالخبايا ديال الجريمة، وكنتعاملوا كذلك مع واحد طبيب نفسي اللي هو داري وعالم بالخبايا الإنسانية والتصرفات ديالها. إذا لن ينتصر أي أحد في الأخير، وكنخليو النهاية الجمهور يكتشفها. إذا هذا الصمت اللي نسكتوا عليه في المواضيع اللي كيتناولها الفيلم في قضايا اجتماعية وإنسانية، فيها التعنيف المرأة، فيها البيدوفيليا، هاد النساء اللي كيسكتوا راهم كيساهموا حتى هما كيرتكبوا جريمة بهذا الصمت وكيسكتوا. إذن لذلك جاء صمت الفراشات عنوان معبر عن كل القضايا اللي كيعالجها الفيلم أو كيطرحها، وباش يخليها الجمهور كذلك يتخيلها ويتعامل معها بشكله ويتلقاها كيف بغى. هذا هو أول سينمائي مطول بعد الفيلم القصير ومن بعد الأفلام التلفزية وبعد الأفلام كذلك ديال الأشرطة الوثائقية التسجيلية اللي صورتها، والغياب ديالي اللي كيسألوا عليه بزاف ديال الناس نشرحوا، لأنني أنا ماشي مخرج فقط، أنا منتج كذلك ومنتج منفذ للأعمال الأجنبية، واشتغلت بزاف مع الإيطاليين والفرنسيين وكذلك بعض الافلام الامريكيه والهنود كذلك. اذا اشتغالاتي كثيره، كنت مرتباتي كذلك لمده 8 سنوات بانشاء مدرسه مهن السينما بدار البيضاء بسيدي مومن. اذا جام باسكو انا جيت من المسرح، جيت من لي بلونش، جيت من العالم اللي كتخدم فيه لا ريبليك وتوجد وتبريباري وتريبيتي. في السينما كذلك كنبغي نكون عندي هذه الخاصيه انني نشتغل مع ممثلين اللي كيبغيو يبحثوا ويركبوا في الشخصيه، وشخصيات في فيلم الفراشات صمت الفراشات ليست شخصيات سهله، كتبان سهله ولكن تركيبتها النفسيه ولعبها لاحظتي الممثلين الا شفتي الفيلم الممثلين ماشي لاعبين شي لعب مصطنع ولا لاعبين ان لعب تري بروفون، كنبحثوا فيه على في لي روغار في الصمت. اذا كل هذا الشيء ضروري انك خصك تتعامل مع ممثلين محترفين، ومن هذا المنبر كنشكرهم لانهم كانوا في المستوى جميع الممثلين بدون امتياز، حتى اللي لعبوا غير اون اباريسيون ان بوتي رول لحميد نجاح كتحس به بانه الى تيفور في الخدمه ديالو. ونتمنى ان شاء الله تكون فرصه نتعامل مع نفس الممثلين واخرين كنقدرهم وكنحترمهم بزاف. واختصار السينما المغربية عرفت واحد التقدم، واحد القفزة نوعية كبيرة في هذه السنوات الأخيرة، والدليل هو أن الإنتاجات كثيرة، وهذا العام غادي يخرجوا حوالي 10 الأفلام موجودة، واللي يخص هو أنه يكون الوزارة الوصية تراعي الفنان، لأنه حاليا راه كحوالي واحد 65 مليون ديال الدرهم مبلوكيا، والناس هذه بوندون واحد سنه وسنه ونص كيتسناو لي كاتريام ترونش ديالهم ولي تروازيام ولي دوزيام ترونش، والناس راه واقفه ما قدرتش تصور. اذا خص الوزاره الوصيه، خص وزاره الماليه تواكب معنا هذا التحول القوي اللي
اللي وقع في الساحة الفنية باش يمكن أننا المخرجين وكذلك لي بواط دو برودكسيون قدروا أنهم يواكبوا يصرفوا المصاريف للناس اللي خصها تستحقها من التقنيين ومن الممثلين. كاين ناس دابا ممثلين اللي كينتظروا المستحقات ديالهم ديال هذه السنتين. إذا كنعتقد بأن هذا ماشي شي حاجة اللي صعيبة، غير خصها تكون المواكبة وتكون الدقة. والسينما المغربية راه غدا مزيان، سواء السينمائيين اللي دي فيتيرون سواء اللي جاوا في القنطرة البرزخ سواء الجدد اللي حاليا كيجيو متكونين سواء في مدارس أوروبية أو أمريكية أو إيطاليا أو حتى في المغرب. الحمد لله راه كأمل كبير في السينما المغربية، وكاين واحد التحول حتى في التناول وفي على مستوى المواضيع. وأكيد اكيد غتكون، والدليل هو انه السينما المغربيه فارضه القوه ديالها في المنتديات الدوليه في المهرجانات، حاضره بقوه. ونتمنى لجميع العاملين في القطاع واللي كيشتغلوا فيه يتوفقوا انهم يخدموا السينما المغربيه.